وزي ما عودكم فرولاند دايما انه يكون موجود معاكم في كل مكان بيخص الاطفال. احنا النهارده موجودين في استاد القاهره علشان نغطي بطوله القاهره لبراعم السباحه بالزعيف. السباح حمزة محمد كلاعب جيش نرجو كرة القدم بالسلة الميدالية. اسمك ايه؟ اسمي حمزة. عندك كام سنة؟ عندي 9 سنين. ده فريق ايه؟ كنت فريق طلع الجيش. طيب انت خدت المركز كام النهارده؟ خدت الاول والتاني. طب انت ايه رايك في اجواء البطوله؟ لا كانت حلوه. طب انت بتحلم ايه الفتره الجايه؟ هتحقق ايه؟ هحقق دهب كله. عايز اجيب كاس عالم ان شاء الله توصل باذن الله. ميرسي جدا. شكرا. أنا الدكتور طارق برجاس، عضو مجلس إدارة منطقة القاهرة للغوص والإنقاذ ومدير بطولة البراعم للزعانف إن شاء الله. البطولة السنة دي بدأنا يعتبر في توقيت مناسب إن شاء الله، والتوقيت ده اللي هو الأولاد اللي سن 8 سنوات و 9 سنوات و 10 سنوات دول تقريبا خلصوا الامتحانات، فالتوقيت طبعا مناسب جدا. الأندية اللي شاركت معانا في هذه البطولة حوالي 13 نادي وبمشاركة تقريبا 225 سباح. اسمك ايه؟ اسمي ريناد. عندك كام سنة؟ 9 سنين. تبع فريق ايه؟ وادي دجلة. طيب قولي لي انت خدتي المركز كام النهاردة؟ الأولى والتانية. ايه رأيك في أجواء البطولة؟ عادي كان سهلة جدا بس أنا كنت خايفة جدا. قولي لي انت خدتي المركز كام النهاردة؟ التاني والتالت. طيب انت ايه رأيك في أجواء البطولة؟ حلوة. أنا كنت متوترة وبعد كده لقيت إن أنا شاطرة. اسمك؟ أحمد رزق. عندك كام سنة؟ 10 سنين. انت تبع فريق مركز شباب عين السير. وانت فزت النهارده بالمركز؟ فزت واحده برونز وواحده فضه. We love Barulan.